السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إلى عناوين النشرة. إننا نؤكد أن كافة الظروف الملائمة لإجراء هذا الاستحقاق الانتخابي في جو الثقة وشفافية قد تحققت. الفريق أحمد جايد صالح يؤكد أن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي قررت مواجهة العصابة وإفشال مخططاتها الدنيئة، ووفت بعهد مرافقة الشعب ومؤسسات الدولة من خلال خطاب واضح متشبع بالوطنية. الفريق أحمد جايد صالح يؤكد التفاف الشعب حول جيشه ويثمن دور مؤسسات الدولة التي تمكنت من تحقيق نتائج معتبرة ساهمت في خلق جو من الطمأنينة والثقة المتبادلة. الفريق أحمد جايد صالح يصدي تعليمات صارمة إلى الدرك الوطني بتوقيف العربات والحافلات المستعملة في نقل المتظاهرين إلى العاصمة وحجزها وفرض غرامات مالية على أصحابها. وزير الاتصال يؤكد من وهران أهمية دور وسائل الإعلام العمومية والخاصة في مرافقة الموعد الانتخابي وأن تفعيل مكافحة الفساد واستئصال الفاسدين مكسب حقيقي لجهاز العدالة. تدابير استعجالية وإجراءات بنكية لتسديد الأعباء المالية وبعث الديناميكية الإنتاجية لمركب سيدار الحجار خلال اجتماع وزاري مشترك برئاسة الوزير الأول نور الدين بدوي. أهلا بكم من جديد. مواصلة للزيارات الميدانية التفتيشية والتفقدية إلى مختلف النواحي العسكرية، شرع أمس الفريق أحمد جايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في زيارة عمل وتفتيش إلى قطاعات ووحدات الناحية العسكرية السادسة بتمن رست. السيد الفريق وفي كلمة توجيهية أمام جميع وحدات الناحية أكد إصرار القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على مواجهة المؤامرة الخطيرة التي تحاك ضد الوطن، مجددا التزامها من موقع مسؤوليتها التاريخية بمرافقة الشعب ومؤسسات الدولة. الفريق أحمد جايد صالح أكد صدق توجه المؤسسة العسكرية ووفائها بعهدها الذي قطعته على أبناء الوطن الجزائر، منتهجة الخطاب الواضح الصريح المتشبع بالوطنية، خطاب ساهم في طمأنة الشعب وتوطيد ثقته بين الشعب وجيشه. أحمد أمين دريدي. من أقصى الحدود الجنوبية للبلاد استهلت الزيارة بتفقد وتفتيش وحدات القطاع العملياتي برج باجي مختار. أين كان للسيد الفريق رفقة اللواء محمد عجرود قائد الناحية العسكرية السادسة لقاء مع أفراد هذه الوحدات؟ السيد الفريق ألقى كلمة بالمناسبة بثت إلى جميع وحدات الناحية عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد، حي فيها الجهود المضنية والمثابرة التي يبذلها أفراد الجيش الوطني الشعبي في هذه المنطقة الحدودية الحساسة، مشيرا إلى أن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي تبنت منذ بداية الأزمة الخطاب الواضح، أي الخطاب الصريح النابع من مبدأ الوطنية بمفهومها الشامل، وحرصت على تبليغ مواقفها الثابتة للرأي العام الوطني كلما أتيحت الفرصة. أود في البداية أن نشير إلى أننا دركنا منذ بداية الأزمة أن هناك مؤامرة تحاك في الخفاء ضد الجزائر وشعبها، وكشفنا عن خيوطها في الوقت المناسب،
ووضعنا استراتيجية محكمة تم تنفيذها على مراحل وفقا لما يخول له لنا الدستور وقوانين الجمهورية، إذ واجهنا هذه المؤامرة الخطيرة التي كانت تهدف إلى تدمير بلادنا. فقررت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي من موقع مسؤوليتها التاريخية مواجهة العصابة وإفشال مخططاتها الدنية، وتعهدنا أمام الله والوطن وعلى مرافقة الشعب ومؤسسات الدولة ووفينا بالعهد وانتهجنا. ونحن نخاطب المواطنين المخلصين الأوفياء من أبناء هذا الوطن الغالي الخطاب الواضح، أي خطاب الصريح الذي علمتنا أياه الثورة التحريرية. فكل خطاباتنا تنبع من مبدأ الوطنية بمفهومها الشامل، ويسودها الثبات على السبق توجه الذي ما فتيت تحرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على تبليغه كلما أتيحت الفرصة إلى الرأي العام الوطني على وجه التحديد. فألتف الشعب برمته حول جيشه ووقف معه وقفة رجل واحد يطبعه تظافر والتضامن والفهم المشترك لما يجري في البلاد. والحمد لله لقد حافظنا معا على مؤسسات الدولة وعلى سيرها الحسن، هذه المؤسسات التي تمكنت من تحقيق في ظرف وجيز نتائج معتبرة، نتائج معتبرة ساهمت في خلق جو من الثقة المتبادلة. السيد الفريق أكد أن أهم ما يطمئن الشعب الجزائري هو أن يشعر بأن وطنه يتجه بقوة وبثبات نحو مستقبل أفضل، مستقبل لا غموض يلوح في أفقه، مستقبل توضع لبناته لبنة لبنة. والأكيد أن أهم ما يطمئن الشعب الجزائري هو أن يشعر بأن وطنه يتجه بقوة وبثبات نحو مستقبل أفضل، مستقبل توضع لبنته لبنة لبنة، أن من بين اللبنات القوية التي سيتم بها إعلاء هذا الحصن الديمقراطي المنشود هو هذه الحصيلة الثرية التي نتجت عن انعقاد مجلس الوزراء بتاريخ 9 سبتمبر 2019 برئاسة رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح، الذي درس نص القوانين المتضمنين لإحداث السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والتعديل القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي قبل عرضهما على البرلمان بغرفته والمصادقة عليهما بالإجماع وإحالتهما بعد ذلك على المجلس الدستوري وإصدارهما من قبل رئيس الدولة ونشرهما في الجريدة الرسمية، فضلا عن استدعائه إلى الهيئة الناخبة خلال خطابه الأخير الموجه للأمة، حيث منح هذا المسار الزخم المطلوب لا سيما من خلال إسداد تعليمات لكافة مؤسسات الدولة لمرافقة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وتوفير لها جميع الوسائل اللوجستيكية الضرورية لأداء مهامها على أكمل وجه. وقد داعب رئيس الدولة بهذه المناسبة كافة المواطنين والأحزاب السياسية والمجتمع المدني إلى التجند بقوة لأجل إرجاع هذا الاستحقاق، كونه سيمكن شعبنا من انتخاب رئيس جديد يتمتع بكامل شروط الشرعية، رئيس يأخذ على عاتقه قيادة مصير البلاد وترجمة تطلعات الشعب. تلك شواهد أخرى بالغ القوة على مدى قدرة مؤسسات الدولة، على رأسها الجيش الوطني الشعبي الذي تعهد بتوفير كافة أسباب الطمأنينة والأمن المرجوة من الشعب الجزائري.
في استدعاء الهيئة الانتخابية بتاريخ 15 سبتمبر الجاري. هو كما يعرف الجميع بمثابة تحديد القطعي لموعد إجراء هذا الاستحقاق الوطني الهام، وهو يوم الخميس الموافق 12 ديسمبر 2019. وإننا نعلم يقينا بأن هذا الشعب الجزائري قد ابتهج كثيرا لهذه الخطوة التي تمثل له فرصة كبيرة من أجل تجاوز هذه المحطة وبناء مستقبله الواعد بكل حرية ووعي. فالشعب الجزائري المعتز بتاريخه الوطني سيعرف كيف يفوت الفرصة على المتربصين والمشككين من بقايا العصابة الذين نحذرهم من جديد من محاولة تشويش على هذا الشعب الأبي الذي ستكون له فرصة مرة أخرى لتشكيل مآلم مستقبل الجزائر الواعد. السيد الفريق، وبعد تشكيل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وانتخاب رئيسها وتنصيبها بكافة أعضائها 50، قدم تهانيه للسيد محمد شرفي الذي تمت تزكيته رئيسا لهذه السلطة، وتمنى لكافة الأعضاء كل التوفيق والنجاح في هذه المهام الحساسة المنوطة بهم، مؤكدا أن الظروف الملائمة لإجراء هذا الاستحقاق الانتخابي في جو من الثقة والشفافية قد تحققت، ولا مبرر لأي كان أن يبحث عن الحجج الواهية للتشكيك في نزاهة العملية الانتخابية أو عرقلة مسارها. إننا نؤكد أن كافة الظروف الملائمة لإجراء هذا الاستحقاق الانتخابي في جو الثقة وشفافية قد تحققت من خلال تشكيل السلطة الوطنية وانتخاب رئيسها وتنصيبها بكافة أعضائها 50 من بين الكفاءات الوطنية التي يشهدوا لها بالنزاهة والإخلاص، والتي أغتنم هذه السانحة كي أهني السيد محمد شرفي الذي تمت تزكيته رئيسا لهذه السلطة الوطنية المستقلة، متمني له ولكافة الأعضاء كل التوفيق والنجاح في هذه المهام الحساسة المنوطة بهم. وهذه السلطة أصبحت لأول مرة تتمتع بكامل صلاحيات، أقول بكامل صلاحيات، من أجل تنظيم عملية انتخابية من بدايتها إلى نهايتها، والتي نؤكد أن الجيش الوطني الشعبي سيرافقها وعليه، فلا مبرر لإيكان أن يبحث عن الحجج الواهية للتشكيك في نزاهة العملية الانتخابية أو عرقلة مسارها. سيكون لهذين القوانين اللذين تمت المصادقة عليهما الدور المحوري في تنظيم العملية الانتخابية وإنجاحها وفق للمطالب الشعبية، وسيكونان بذلك بمثابة الضروب المضيئة المعالم التي تؤشر بقوة، أقول تؤشر بقوة وتدفع نحو تحقيق النجاح المرغوب في هذا المجال. السيد الفريق أكد أن تمسك الجيش الوطني الشعبي وحرصه الدائم على القيام بواجبه الوطني حيال الوطن والشعب وفقا للمهام المخولة له دستوريا يملي عليه في هذه المرحلة الحاسمة اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل ضمان أمن المواطنين وتأمين راحتهم. ومن هذا المنطلق فقد لاحظنا ميدانيا أن هناك أطراف من أذناب العصابة ذات النواسية تعمل على جعل من حرية النقل ذريعة لتبرير سلوكها الخطير والمتمثل في خلق كل عوامل تشويش على راحة المواطنين من خلال زج الأسبوعي بعدد من المواطنين يتم جلبهم من مختلف ولايات الوطن إلى العاصمة بهدف تضخيم الأعداد البشرية في الساحات العامة التي ترفع شعارات
مغرضة وغير برية تتبناها هذه الأطراف. والغرض الحقيقي من وراء كل ذلك هو تغليط الرأي العام الوطني بهذه الأساليب المخادعة لتجعل من نفسها أبواقا ناطقة كاذبة باسم الشعب الجزائري، وعليه فقد أسديت تعليمات إلى الدرك الوطني بغرض تصدي صارم لهذه التصرفات من خلال تطبيق الحرفي للقوانين السارية المفعول، بما في ذلك توقيف العربات والحافلات المستعملة لهذه الأغراض وحجزها وفرض غرامات مالية على أصحابها. وثبات مواقف الجيش الوطني الشعبي والتزامه بمرافقة مطالب الشعب إلى غاية إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد يلقى ارتياحا لدى المواطنين. نتاع الجيش منا وإحنا منه، ها؟ الجيش منا ولادنا وإحنا منه. وش الجيش عندنا جيش واحد آخر؟ الجيش تاع دولتنا ولادنا. هو منه وإحنا منه. ولكن إن شاء الله تكون إن شاء الله جينا واحد الرئيس إن شاء الله اللي يخاف ربي ويشوف البلاد ويخدم البلاد بنية صافية ونية صادقة، باه نكونوا في طليعة الأمم الأخرى المتطورة. ونتمنى تكون انتخابات نزيهة وشفافة اللي ترضي كاع الجزائريين، وحنا رانا مع هذا الطرح إن شاء الله باش نخرجوا البلاد تاعنا من الأزمة. نشكر القايد صالح، الله يكثر مثاله إن شاء الله، فهمت؟ والله يكثر الجيش الوطني اللي راه حامي من الحدود دي فرونتيير، راه حامي من هذا الإرهاب هذا. وثالثا نتمنى إن شاء الله اللي يجيبنا رئيس لهذ البلاد هذه يكون إن شاء الله في خوف رب العالمين. نتمنى إن شاء الله من البلاد هذه يجيب لها رئيس إن شاء الله اللي يكون في المستوى إن شاء الله، مستوى تطلعات الشباب وكل شرائح تاع المجتمع الجزائري إن شاء الله. نتمنى الخير لبلادنا وإن شاء الله اللي فيها الخير يجيبها ربي. ونتمنى يجينا رئيس مليح واللي اللي نشط لنا البلاد واللي يشوف الشباب وان شاء الله ليها. كمواطن الموقف تاع الجيش يعني في المستوى، لانه راه حامي الحراك وحامي البلاد، وبفضله اللي توصلنا لهذا النتائج ان شاء الله، ويكون غير خير ان شاء الله. نشكر المؤسسه العسكريه قياده كاملين، نشكرهم اللي ساعدونا وقضوا على العصابه وبذلوا مجهودات مشكورين عليها، نحيوهم حنايا ونعاونوهم، هما كانوا معنا وعاونوا الشعب في الحراك تاعو. وفي بيان صحفي وقعه أمين العقال والأعيان لمنطقة التاسيلي نجار بولاية ليزي، قومة إبراهيم بن قومة دعا من خلاله كل أطياف المجتمع الجزائري إلى المساهمة في إنجاح رئاسيات 12 ديسمبر لضمان التغيير السلمي والديمقراطي بالتصويت والانتخاب على البرنامج الذي يضمن تحقيق كل أهداف الدولة الوطنية التي تضمن للشعب كرامته تخص مقدراته بقدر من الحرص والأمانة، كما حي جهود قيادة وأفراد قواتنا المسلحة المرابطة على الحدود في المحافظة على السلم واستقرار الوطن، داعيا كل الخيرين للالتفاف حولها ومساندتها كونها الضامنة الوحيدة لاستقرار ووحدة الوطن. دعا أمس رئيس السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات محمد شرفي خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة، دعا المواطنين إلى المشاركة القوية في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري وواجبهم الوطني في اختيار رئيس للجمهورية بكل حرية وشفافية وديمقراطية، مؤكدا التزام السلطة بمرافقة العملية الانتخابية وفقا لصلاحياتها القانونية. De cette autorité répond à une demande du mouvement populaire. Ça a été fait. Maintenant, il appartient à cette autorité de faire en sorte que son fonctionnement, ses engagements, les moyens dont elle dispose, puisse rassurer les gens qu'elle puisse effectivement exercer ses attributions convenablement et conformément à cette fin de sincérité
du scrutin. Nous nous sommes engagés en tant que membres de cette autorité à répondre pleinement à ces exigences. Ça fait partie de notre serment, ça fait partie de notre engagement. تدابير استعجالية وتعجيل في الإجراءات البنكية التي تسمح لمركب سيدار الحجار بتسديد أعبائه المالية هي أهم المحاور التي تناولها أمس الأول الاجتماع الوزاري المشترك الذي ترأسه الوزير الأول نور الدين بدوي بمشاركة وزراء الداخلية والطاقة والصناعة والمناجم والأشغال العمومية والنقل بالإضافة إلى الأمين العام لوزارة المالية وممثل عن وزارة الدفاع الوطني وهكذا مسؤولون مؤسسات قطاعي الصناعة والمناجم والنقل المعنيين بهذا الملف. يوسف صحراوي. وبعد التشخيص الدقيق للوضعية الحالية للمركب والسماع لمختلف الاقتراحات، أكد السيد الوزير الأول نور الدين بدوي على أن الهدف من هذا الاجتماع هو تأهيل نشاط مركب الحجار الذي يعد فخر صناعة الوطنية ومكسبا يجب حمايته، مبرزا الدور الكبير والمسؤول لكافة عماله ومسيريه في الحفاظ عليه. وبغرض المعالجة الفورية لمختلف العراقيل التي أعاقت سيره هذه السنة وإعادة بعث نشاطه وفقا للمعايير الواجب اتباعها وتطوير قدراته الإنتاجية، تم اتخاذ القرارات التالية: أولا، بغية حماية المنتوج الوطني وترقيته. تقرر إلزام كل مؤسسات إنجاز مشاريع عمومية بتمويل ورشاتها بصفة حصرية من مادة الحديد المنتج محليا وبالأساس من مركب الحجار، وبالتالي يجب إدراج هذا الشرط من اليوم فصاعدا في دفاتر الشروط المتعلقة بكل مشروع ممول من طرف الخزينة العمومية. وتجسيدا لهذا القرار، تم تكليف مركب الحجار بضمان تواجد نقاط بيع لمنتوجاته على مستوى كافة التراب الوطني. ثانيا، بهدف المتابعة اليومية لمدى تنفيذ الإجراءات الاستعجالية المقررة لفائدة مركب الحجار ومنجمي الونزة وأبو خضرة، تقرر إنشاء لجنة وزارية مشتركة تشرف عليها وزيرة الصناعة والمناجم وتتشكل من قطاعات الدفاع الوطني والداخلية والمالية والطاقة والتجارة والأشغال العمومية والنقل والموارد المائية والعمل والتجارة والتكوين المهني. هذه اللجنة التي لها امتدادها على مستوى ولايات عنابة وتبسة وسقهراس وقالمة وطارف يجب أن تعتمد على البراغماتية والميدان في عملها، على أن تقدم تقاريرها الدورية مرة كل شهر، والتي تكون محل دراسة خلال اجتماع مجلس وزاري مشترك. ثالثا، وضع خلايا يقظة على مستوى الولاية المعنية تحت إشراف وزير الداخلية تتولى عملية الرصد اليومي واستباق الحلول لضمان التموين العادي لمركب الحجار والاستغلال الأمثل لثرواتنا المنجمية لفائدة تنمية المنطقة. وهنا تدعى كل الولايات لأن تتكيف في تنظيمها مع الخصوصية الاقتصادية التي تزخر بها ووضع ذلك في خدمة ساكنتها بالدرجة الأولى. رابعا، تجنيد كل المؤسسات المتدخلة من مؤسسات مناجمي الحديد شرق ومركب الحجار وشركة النقل بالسكة الحديدية ومجمع لوجيسترانس لضمان التمويل المنتظم للمركب بالمادة الأولية لتفادي أي تذبذب في عملية الإنتاج وتدعيم القدرات اللوجستية من خلال تجنيد قطار شحن إضافي وتعزيزها بشاحنات النقل البري. خامسا، التسريع في دراسة طلب مركب الحجار لدى البنك الخارجي الجزائري من أجل السماح له بمواجهة أعبائه المالية، خاصة الوفاء بديونه المستحقة لدى الغير. سادسا، تكليف وزير النقل بتسريع عملية عصرانة وازدواجية خط السكة الحديدية المنجمي شرق بغية تثمين الاستثمارات العمومية التي تم الانطلاق فيها وضمان ديمومتها وصيانتها. سابعا، إلاء الأهمية للعنصر البشري من خلال ضمان التكوين المستمر لفائدة كل المستويات من الموارد البشرية بغرض تأهيلها للقيام بدورها على أكمل وجه لفائدة التنمية الوطنية. وعليه تقرر إعادة الاعتبار للمعهد الوطني للمناجم ببرج البحري ووضعه لفائدة القطاع واستغلاله مع القدرات الجامعية والمدارس المتخصصة لفائدة التنمية الوطنية.
وفي الأخير سيتم عقد دورة لمجلس مساهمات الدولة قصد دراسة المسائل المتعلقة بتطوير كل من نشاطي المناجم وإنتاج الحديد ببلادنا. هي إجراءات لاقت ارتياحا واسعا وسط عمال مركب سدار الحجار للحديد والصلب بعناب الذي سيولد من رماده بعد إعادة جدولة ديونه وتشغيل الفرن العالي رقم 2 بصفة استعجالية، تقول ابتسام الجاوي. يجب معالجة كل المشاكل التي تعترض المنظومة الإنتاجية لمركب الحديد والصلب سدار الحجار، هي أهم توصية خرج بها الاجتماع الوزاري المشترك الذي ترأسه الوزير الأول نور الدين بدوي. عراقيل كادت أن تأتي على المركب وهو الذي يشغل أكثر من 6000 عامل ولديه من الطاقة الإنتاجية ما يمكنه من تصنيع 1.1 مليون طن من الحديد القابل للتسويق بكل أنواعه. أول محور كان تجنيد كل المؤسسات المتدخلة لضمان التموين المنتظم للمركب بالحديد الخام اللازم لتغطية حاجياته الإنتاجية. pour assurer 4 rames jour de minerie de fer à travers خاوتنا تاع لا سنتياف ici compte camion مع الاخوه تاع لا سنتياف تبقى quelques travaux au niveau des mines pour c'est-à-dire pour l'accès يكون سهل لي كاميون باش يشارك جو رابيدمون ويجيو للمركب la deuxième action c'est que le مركب خاص 6000 هكتار pour recevoir le minerie تاع لي كاميون pour ne pas perturber le déchargement تاع لي train. ثاني محور في البرنامج الاستعجالي الخاص بسدار الحجار إلزام كل المؤسسات المنجزة للمشاريع العمومية باقتناء مادة الحديد المنتجة محليا وبالخصوص بمركب الحجار. اليوم عندنا 90,000 طن ستوك دو برودوي فيني كون اريف با ايكولي في الماشي ناسيونال، وهذا لاحظنا ان ريكول في لا دوموند في البلاد تاعنا من مارس 2019 وزيد الناس بروفيتات يعني من الحاله اللي تمر بها البلاد وين ليزامبورتاسيون كثروا بزاف. القرار هذا راح صادير يكري ديناميك ايكونوميك في البلاد فيما يخص انتاج الحديد، وثاني الوزير الاول ثاني راهو برمج في لوا فينونس 2019 دي بارير ايكونوميك. أهم محور من حيث الأهمية والذي ركز عليه الاجتماع الوزاري برئاسة الوزير الأول نور الدين بدوي هو مواجهة الأعباء المالية للمركب. ثلاث شهور ما خدمناش، وقع انكماش في لاتريزوري تاعنا، ديمارينا العام بحوالي 10 ملايك دينار في الخزينة تاع الشركة، اليوم أنا في 4 ملايك دينار، 4 ملايك بدل ما تكفيناش يعني مدى الأقاصير بور فار فاس أو زابروفيزيونمون أنسي كو دي دات. تاع لي فورنيسور تاعنا ساشون كو اكسيلور ميتال خلانا 12 مليار دينار دات او بري دو نو فورنيسور. الوزير الاول الى دوموندي او فينونس او موا اون اتوندون لو سي بي او عندنا حنايا اون دوموند تاع 2 مليار دو دينار دومونديناها سادير نسحقوها دون لي ميديا، دونك ان شاء الله راح تدرس وباذن الله ممكن الاسبوع القادم راح تكون عندنا هذه 2 مليار اون اتوندون ان شاء الله السي بي او المقبل. فكيف ستسمح هذه الإجراءات الاستعجالية بالمحافظة على أداة الإنتاج وتطوير البنية التحتية للمركب؟ هذا هو المنطلق من القرارات اللي اتخذها مجلس الوزراء المشترك برئاسة السيد وزير بدوي نور الدين. سيت انفستيسمون فانو بيرميتر دو ريكريتي يعني دي بيرسونال، وراح نمدوا نفس جديد بنوعية جديدة. اهتمام العمال بمصيرهم في هذا المركب باعتباره وديعة في ضمائرهم وأمانة بين أيديهم تجسد بعد الاجتماع الوزاري فيما يلي. نماذج بينا ينتجوا ديما دي وبعد ينتج المركب. تبينا يبقى ديما يخدم لينا ولولادنا. لا في الانتاج كل يوم الفرن ويمشي يبقى ديما يخدم الفرن. الوزير الأول نور الدين بدوي وضع أسس إعادة بعث المركب في إطار منظم، والمركب مطالب برفع التحديات الكبرى التي تنتظره. في التعاون استقبل وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم نظيره وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي الطوغولي روبرت دوساي الذي أكد أن زيارته تندرج في إطار بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين، كما أكد على دور الجزائر الفعال في التعاون الإفريقي والاهتمام بالقضايا الإفريقية.
هذه أول زيارة لي للجزائر تهدف إلى التعاون بين البلدين. الجزائر لها دور فعال في التعاون الإفريقي وكان لها دور بارز في العديد من القضايا التحررية الإفريقية، ونحن هنا لنساند الشعب الجزائري والمؤسسات الجزائرية ورئيس الدولة على المجهودات الجبارة المبذولة. تفقد أمس وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة وزير الثقافة بالنيابة مؤسستي الإذاعة والتلفزيون أبي وهران، حيث أثنى على الجهود المبذولة لرفع التحديات الراهنة، مؤكدا حرص الحكومة على ترقية الأداء الإعلامي من خلال مراجعة الإطار التشريعي. مراد مزوار. إذاعة البهية، محطة وهران الجهوية للتلفزيون، مكتب وكالة الأنباء، جريدة الجمهورية والمطبعة الجهوية للغرب. نقاط وقف عندها المسؤول الأول عن القطاع، جولات تفقدية لمختلف الأقسام استمع خلالها لانشغالات الأسرة الإعلامية، كما اطلع على مختلف الأعمال المدرجة في الشبكة البرامجية المقبلة. حسان رابحي، ومن بين تدخلاته حول الاهتمام الذي توليه الحكومة للنشاط الإعلامي، شدد على حتمية تحيين الإطار التشريعي للمهنة. أخواتي وإخواني المنتسبين إلى قطاع الإعلام، أنها إن شاء الله تكون في مستوى أمالهم، لأنها ستعنى بتطهير قطاع الإعلام وبإرساء القوانين التي على أساسها مستقبلا يتم التأسيس لأي من العناوين أو فتح أي من المحطات التلفزيونية وحتى الشبكات يعني أو المحطات الإلكترونية، وكذلك تعنى بشؤون الصحفيين ذاتهم وكل المنتسبين والناشطين ضمن حق الإعلام، خاصة فيما يرتبط يعني باهتماماتهم الاجتماعية. المسؤول الأول عن قطاع الاتصال أكد أن هذه الزيارات تعكس الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لمختلف وسائل الإعلام بغية تحسين أدائها بما يضمن تقديم خدمة عمومية راقية. الزيارة التي أقوم بها اليوم هي دلالة على الاهتمام الذي نوليه إلى كل المؤسسات وكل المنتسبين إلى قطاع الإعلام. هذه الزيارة ستليها زيارات أخرى لولايات أخرى ولمناطق أخرى من بلادنا، وهي شهادة على الاهتمام الخاص الذي توليه الحكومة للارتقاء بقطاع الإعلام. حسن ربحي وقف عند تجربة محطة وهران في مجال الدبلجة السمعية البصرية التي لقيت استحسانا وتشجيعا من قبله، كما كانت الزيارة فرصة لتكريمه في أجواء متميزة من قبل الأسرة الإعلامية. وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة وزير الثقافة بالنيابة حسان رابحي أكد على أهمية دور وسائل الإعلام العمومية والخاصة في مرافقة الموعد الانتخابي، بدءا بالتعريف بالنصوص والقوانين إلى تقديم المترشحين وتغطية نشاطاتهم، مرورا بنقل نبض الشارع وردود فعل المواطنين في مختلف محطات هذا الحدث السياسي والتاريخي الفصل. حدث هام يستقطب اهتمام الجماهير، اهتمام الشعب، ومن ثم يتعين على وسائل الإعلام أن تتبع يعني كل مجريات سواء فيما يرتبط بالإعداد أو التنظيم أو استقبال وتلقي نتائج هذه الانتخابات يعني بكل عناية وبكل اهتمام. وسائل الإعلام لها من الإمكانات ومن الكفاءة ما يمكنها من الإشراف يعني أو متابعة ومرافقة وتغطية هذا الحدث يعني بمهنية عالية. ناهيكم على أن الدولة يعني تقديراً للاهتمام الذي يوليه الشعب الجزائري لهذه الاستحقاقات، إذا ما كانت عليها واجب إمداد وسائل الإعلام يعني بإمكانيات وسائل إضافية ستتولى القيام بذلك. وبخصوص التغطية الإعلامية للمحاكمات القضائية، أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة وزير الثقافة بالنيابة حسن ربحي أكد أن المكسب الحقيقي هو استقلالية جهاز العدالة وتفعيل مكافحة الفساد واستئصال الفاسدين بعيدا عن أي شكل من أشكال الضغوطات.
répondre à Alger d'une manière récurrente à cette question. Et j'avais dit et je continue à dire que le plus important, ce n'est pas assurer la couverture justement de ce procès ou de cet événement, mais de s'assurer que la justice fasse son travail selon ce qui est prévu par la loi. Et la justice algérienne aujourd'hui, vous avez dû le constater, est pleinement autonome et indépendante. Elle est souveraine. Et elle a donné assez de témoignages de sa sincérité, de sa souveraineté, de son indépendance. وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة ووزير الثقافة بالنيابة زار حصن سانتا كروز ومتحف أحمد زبانة، حيث أكد أن الدولة وضعت كل ما في استطاعتها من مقدرات لصالح قطاع الثقافة، كما حث القائمين على القطاع والمسؤولين المحليين بولاية وهران على ضرورة إلاء أهمية أكبر للمعالم التاريخية التي تتوفر عليها الولاية. هذا ودعا وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة ووزير الثقافة بالنيابة دعا إلى تكثيف العمل الإعلامي والترويجي لهذه المواقع من خلال الاستغلال الجيد للفضاءات الإعلامية والمرافق العمومية للتعريف بها وتجهيزها بالإمكانات الضرورية للرفع من عائداتها المادية واستثمارها في التهيئة المستدامة لهذه المعالم. علينا أن نجتهد ونفكر في الوسائل التي توفر الراحة وكل الشروط ذات الصلة بزيارة هذه المعالم الأثرية والتاريخية والسياحية الجميلة، وفي نفس الوقت يعني تلك الأسباب والأساليب والأدوات التي تمكن كذلك هذه المواقع من أن تتوفر لها مداخيل من شأنها أن تساعد على ترميمها وصيانتها. انطلقت أمس بشرم الشيخ بمصر أشغال المجلس الاستشاري لمحافظي البنك الإفريقي للتنمية بمشاركة وزير المالية محمد لوكالا، الندوة التي تهدف إلى دعم التمويل الإفريقي وبحث أنجع السبل من أجل الرقي بتنمية الدول الأعضاء. ستتناول أيضا دراسة أرضية الإصلاحات وكذا رفع رأس مال البنك الإفريقي لتفعيله وترقية دوره القارية. واصلت أمس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني أشغالها برئاسة عمار جيلاني، حيث استمعت مجددا إلى النائب المعني بطلب رفع الحصانة البرلمانية المقدم بحقه من قبل وزير العدل حافظ الأختام، وبعد التذكير بجميع الإجراءات القانونية والتأكيد على ضرورة احترامها، درست اللجنة مختلف الإجراءات القانونية المتعلقة بالمسألة وناقشت التدابير التشريعية والتنظيمات الخاصة بها، وخلصت إلى المصادقة على التقرير الذي سيحال على الجهات المختصة مع تسجيل تمسك النائب المعني بعدم التنازل عن حصانته البرلمانية. تشجيعا للاستثمار المحلي الخلاق للثروة وسعيا لإصلاح المنظومة الجبائية وتثمينا للأملاك المنتجة للمداخل المحلية، تعمل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية على دراسة مشروعي قانونين يتعلقان بضبط النظام العام للجماعات الإقليمية وتفعيل الجباية المحلية. تطبيقا لتعليمات الوزير الأول القاضية بتفعيلية تشاركية القطاعية وللوقوف على ضرورة على ظروف تمدرسية التلاميذ أقول بالمؤسسات التربوية للطور الابتدائي، تخصص وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لجانا تفتيشية تجوب مختلف ولايات الوطن العينة من ولايتي العاصمة ووهران. نور دحماني. مرافقة للدخول المدرسي الجديد، خرجة ميدانية تفتيشية دورية لإطارات من وزارة الداخلية شملت عددا من المؤسسات التربوية الابتدائية عبر التراب الوطني للوقوف على ظروف تمدرس وإطعام التلاميذ. نستحسن مبادرة وزارة الداخلية، يعني كل الطلبة تاع التلاميذ وفروها لنا، خاصة بالنسبة للمطعم المركزي كنا نطيبوا على طبيعة بطريقة تقليدية، يعني غير درنا الطلبات وفرنا هاد لي باتري دو كويزين الطريقة الجديدة للطهي هاد العام، خدموه رموه
وحتى من بالنسبة للتجهيز داخل الأقسام. نحن هنا للوقوف على سير ظروف تمدرس أبنائنا وتسيير مختلف الهياكل المدرسية والخدماتية. المفتش يروح ميدانيا، هذه الاحتياجات طبعا على مستوى الإدارة المركزية سواء الولايات الجزائر العاصمة أو وزارة الداخلية، راح يكون تحليل لكل التقارير راح تجي من الولايات، وطبعا راح يكون تكفل تدريجي بكل احتياجات المعبر عنها سواء في مجال العمال أو في مجال رصد مبالغ مالية إضافية للتكفل بأشغال ترميمات أو إعادة تجهيز وما شابه ذلك. ولضمان تقييم ميداني تشاركي مستمر، يتعزز هذا الموسم لأول مرة بإطلاق استبيان إلكتروني لأولياء التلاميذ والمنتمين لقطاع التربية للتعبير عن انشغالاتهم ومطالبهم. نظم أمس مجلس المحاسبة ملتقا علميا حول دور البيانات الكبيرة في تحسين وترقية مختلف نشاطات مراجعي الحسابات للتحكم في سبل وأدوات التدقيق باستعمال أحدث التقنيات لمراقبة الأموال العمومية. طبيا، نظم المستشفى العسكري عبد العالي بن بعطوش بولاية قسنطينة المؤتمر الثالث للأمراض الصدرية بمشاركة ثلة من الأطباء والخبراء. الملتقى يهدف إلى الارتقاء بخدمات ومصالح الصحة العسكرية ومواكبة التطورات الطبية عالميا. زينب الروسي. أمام التعقيدات الصحية الكبيرة للمصابين بالأمراض الصدرية والحساسية، يجمع الخبراء في المؤتمر الثالث للصحة العسكرية بأن التلوث والعدوى البكتيرية يؤثران سلبا على الجهاز التنفسي. ولم يتم اختيار هذا العنوان بالصدفة، بل تماشيا مع مستجدات المحيط الذي نعيش فيه من خلال ظاهرة التلوث وكذا التغيرات الحاصلة في المناخ وارتفاع درجة الحرارة، حرارة الأرض والتقلبات الجوية المفاجئة. وتفاديا للأعداد المتزايدة للمصابين بهذه الأمراض سنويا، يوصي الخبراء بضرورة الكشف المبكر والتشخيص الصحيح. في عدد أمراض الربو يقارب 1,000,000 حالة تاع أمراض الربو. فيما يخص الإنسداد الرئوي عندنا بين 300,000 حالة حاليا على مستوى الوطن. التكفل، هناك أدوية جديدة، هناك تكوين اجتماعي للمريض ليكون الأسرة نتاعو تشارك في تحمل عبء التكفل العلاجي للمريض. يدخل هذا المؤتمر في إطار التكوين المتواصل للأطباء لرفع مستوى ونوعية الخدمات الطبية المقدمة للمرضى. كما شهدت هذه التظاهرة العلمية مشاركة بعض المتعاملين لعرض خدماتهم الطبية في مختلف التخصصات. عشية إحياء الذكرى 61 لتأسيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، نظم منتدى الذاكرة ندوة تاريخية تطرق خلالها الدكتور جمال يحيوي للأعضاء المؤسسين للحكومة والعوامل التي تقف وراء تأسيسها. المناسبة كانت فرصة لتكريم العميد محمد يزيد أحد مؤسسي الحكومة المؤقتة ودوره في التعريف بهذه الحكومة النابعة من إرادة الشعب والمخلصة لمبادئها. في الحوصلة في 3 نقاط ركز عليها لنشاط الحكومة المؤقتة في ذكرى تأسيسها ووفاء لروح الرجل الفقيد محمد يزيد وكل رفاق. في 3 نقاط رئيسية وظهرت من خلال البيان، بيان التأسيس ومن خلال أيضا النشاط. النقطة الأولى أن الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية نابعة من الإرادة الشعبية مثل ما ورد في بيان التأسيس. النقطة الثانية أنها مخلصة للمبادئ التي نضل من أجلها الشعب الجزائري، وهي الحرية، العدالة والتحرر. والنقطة الثالثة والمهمة أن الكلمة تعود للشعب بعد الاستقلال.
شيع ظهر أمس بمقبرة القطار جثمان المخرج السينمائي موسى حداد الذي وافته المنية أمس الأول عن عمر ناهز 81 سنة. مراسم التشييع حضرها رفقاء وزملاء الفقيد من فنانين وإعلاميين إلى جانب عائلته. الفقيد أنتج عدة أعمال سينمائية عرفت نجاحا كبيرا لعقود من الزمن على غرار سلسلة أفلام المفتش الطاهر الذي يعد من أجمل الأفلام السينمائية الجزائرية. الله يرحمه وهذا من أجر صفامية وطلع فامية دو سينما اي نو فنون دو بيرد كما يقول لك ان جران سينياست فوالا إلى ان شيمينمون هو وإلى ان شيمينمون كان ربما شي ناس يقدروا يهضروا عليه أكثر مني سون شيمينمون سيتي با اونيكمون لونسيك هو جاي من ار تي اف وطلع أعماله تشبه له هو كي يعمل فيلم يبطى في الفيلم لأنه دقيق جدا جدا جدا. أنا عملت معاه كنت مدير مؤسسة السينما أنا ذاك لونسيك في 1972 فيلم إنسبكتور طاهر لي فاكونس لإنسبكتور طاهر. قعدنا أكثر من عام وحنا نبدل ونغير في السيناريو كل مرة يجي يقول لي مازال ما اكتملش والله يكون زدنا شوي شهر يعني حتى يقتنع هو لأنه يقول أنا ما نظهرش للسينما لكن اسمي يظهر وأنا لازم نحافظ على اسمي كمخرج. موسى حداد قبل ما يكون مخرج كان عمل أول أفلامه بعد الاستقلال وكان مساعد إخراج لأكبر المخرجين العالميين مثل جيلو بونتي كورفو في فيلم معركة الجزائر وأيضا في فيلم للمخرج الإيطالي بيتزي في تروا بيستولي بور سيزار. ما نساوش أيضا أنه أول مخرج أعطى الكاميرا لحاج عبد الرحمن في السلسلة الأولى للاسبكتور طاهر الاسبكتور من لونكات في 1967. موسى حداد أيضا هو نقدر نعتبروه لو ماتر تاع البوكس اوفيس تاع السينما الجزائري لانه كل الافلام اللي خرجها وخاصه لي فاكونس دو لاسبكتور طاهر وايضا ماد ان في 1999 كانت نالت نجاح كبير في القاعات السينمائيه. إنا لله وإنا إليه راجعون. في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود وبفضل استغلال المعلومات كشفت أمس الأول مفرزة للجيش الوطني الشعبي خلال دورية بحث وتفتيش قرب الشريط الحدودي الجنوبي لضمن راستا مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على رشاش ثقيل من نوع KPVT غيار 14.5 مليمترات، مسدسين رشاشين من نوع كلاشينكوف، 3 بنادق نصف آلية من نوع سيمونوف، 10 قذائف هاون عيار 82 ملم، 388 صمامة عيار 82 و37 ملم، بالإضافة إلى 847 طلقة من مختلف العيارات و7 مخازن ذخيرة. وفي السياق نفسه كشفت ودمرت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي 5 قنابل تقليدية تصنع بالقل ولاية سكيكدا. تأتي هذه النتائج المحققة ميدانيا لتؤكد مرة أخرى جاهزية واستعداد وحدات الجيش الوطني الشعبي لتأمين حدودنا وشل كل محاولات المساس بحرمة وسلامة التراب الوطني. في إطار مهامها الإنسانية وإثر تلقيها لنداء استغاثة تمكنت أمس وحدة لحرسية السواحل التابعة للقوات البحرية الجزائرية تمكنت من إنقاذ وتقديم المساعدة لمجموعة من المهاجرين بطريقة غير شرعية بعد غرق القارب الذي كان يقلهم على بعد 10 أميال بحرية شمال وهران. العملية التي نفذتها زوارق بحث وإنقاذ مكنت من إجلاء 13 شخصا من بينهم 3 نساء حيث تم التكفل بهم من طرف المصالح المختصة. يعكس هذا التدخل الجديد الجهود التي تبذلها قواتنا البحرية في إطار تنفيذ مختلف مهامها في أعراض البحر لا سيما الإنسانية منها من خلال مد يد المساعدة عند الحاجة.
وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس الأول بأضرار أزيد من 113 كيلوغراما من الكف المعالج، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني بغليزان تاجري مخدرات بحوزتهما كمية معتبرة من أقراص مهلوسة، كما أوقف مهربين كان على متن شاحنة محملة ب 1800 وحدة من مختلف المشروبات ببشار. من جهة أخرى، تمكن عناصر الدرك الوطني وحراس السواحل بكل من الشلف ووهران من تفكيك شبكتين للهجرة غير الشرعية عبر البحر وتوقيف 18 شخصا وضبط 3 قوارب وأغراض أخرى، كما أحبط حراس السواحل بكل من عناب القالس كيكدا وعين تموشنت محاولات هجرة غير شرعية ل70 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع. دوليا، في فلسطين استشهدت فتاة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من حاجز قلانتيا شمال القدس المحتلة، وبعدها أقدمت قوات الاحتلال بالاعتداء على المواطنين المتواجدين في المكان وإغلاق الحاجز في الاتجاهين. هلك ما لا يقل عن 26 طفلا ومعلمين في ليبيريا جراء نشوب حريق في مدرسة قرآنية بالقرب من العاصمة مونروفيا، وتبقى التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات هذا الحادث. هذا وقد أعرب رئيس ليبيريا جورجيا عن حزنه الشديد لدى وصوله إلى موقع الحادث. إلى جديد أسعار النفط الآن، حيث لا تزال الأسواق تعيش على وقع الهجمات على منشآتي أرامكو السعودية، حيث وصلت الأسعار انخفاضها لليوم الثاني على التوالي بعد المستوى القياسي الذي وصلت إليه قبل يومين، حيث قدر سعر البرنت ب 62 دولارا فاصل 64 للبرميل، في حين قدر سعر خام تكساس الوسيط ب 58 دولارا فاصل 31 بانخفاض كبير مقارنة مع يوم أول أمس. أما سلة خامات أوبك فقد حققت أمس مكاسب قدرت بأكثر من 10% لتبلغ 66 دولارا فاصل 43 للبرميل. ونختم من ركح أوبرا الجزائر بعلام بالسايح، التي احتضنت أمس الأول حفلا تكريميا للفنان المرحوم الشيخ الحسناوي أحد أعمدة الأغنية الشعبية والقبائلية في الجزائر. حفل التكريم شاركت فيه ثلة من كبار الفنانين الذين أبدعوا في أداء باقة من أغانيه. بورتري للفنان مع محمد ياسين نقاش. في 23 جويلية 1910 وفي قرية تعزبت ولاية تيزي وزو، كانت ولادة أحد عمالقة الأغنية الشعبية والقبائلية الشيخ الحسناوي. انتقل إلى العاصمة وهو لا يتعدى 12 سنة وبالضبط إلى حي القصبة، أين احتك بعميد الأغنية الشعبية الشيخ محمد العنقة، فنشط العديد من الحفلات إلى جانبه، فكانت فرصة البروز والتميز. الشيخ الحسناوي سي لو ماتر دو تو لي زارتيست، يا دي غران زارتيست الله يرحمهم غناو الحسناوي سور سان جي لي زيفو، تعلمنا عليه غراس ا لوي دوتر غران سي لي لوغا قعدت. ان غران توماج، ان غران توماج للشيخ الحسناوي كي ميريت، سي الكاردينال، سي لو كاردينال دو لا شونسون الجيريان. عجبوني الاغنيه تاعو، كاع شبان كاع سيدي سوكسي، ما كاش اغنيه وقتها اللي ما يسوكسي اللي دار، دار على الغربه، دار على الجيري. الشيخ مقران الشيخ الحسناوي، وبعيدا عن الجزائر وفي منفاه، كان دائما يغني للجزائر وقريبا منها بقلبه وفنه. C'est une icône de la chanson kabyle qui a bercé tendrement notre enfance. C'est avec beaucoup d'émotion que j'assiste à cet hommage rendu à titre posthume et qu'il mérite amplement. Parmi les ancêtres par la suite, c'est le sac de l'Amazonie. سامي
كاردينال الأغنية الشعبية كان حاضرا بعدة أغاني، يعني نجوم الليل، ساني ساني، شيخة مقران، في سهرة فنية كبيرة وأجواء رائعة صنعها الجمهور لأحد أعمدة الأغنية الشعبية الشيخ الحسناوي. وصلنا إذن مشاهدينا إلى ختام هذه النشرة، أشكر لكم المتابعة. عناويننا الإلكترونية تبقى في خدمتكم، أستودعكم الله.